لكن انا قلتها ونعاودها، الحياه الزوجيه اهم، العائليه والاسريه اهم، والفن ممكن يتسنى كي قلت عامين 3 سنين مش مشكل. مرحبا بكم مره اخرى. قادر وعرفت عليه بزاف الحوايج، انسان طيب، انسان متواضع جدا جدا، رجل اعمال،
يشتغل بجد، ويعني يمكن نقول انه عصامي بنى نفسه بنفسه من خلال القطاع السياحي تروي السياحه، وكذلك من خلال الشركه ديالو لان اللي عندك يتواجد المقر ديالو في البرتغال، هو يعني عنده مشاريع في البرتغال ومشاريع في المغرب، ويعني انسان خلوق وانسان يعني قلبه مفتوح للجميع وانسان متواضع جدا جدا، ما يمكن لك الا تحبه. وطبعا اختي دنيا كتستاهل كل الخير، وعبد القادر لقى الزوجه المناسبه ودنيا ممتازه.